اهلا بحضراتكم من جديد. الاهلي ده عندي بالحياه. انت وانت بتتفرج على النادي الاهلي وانت منتمي للنادي الاهلي وانت مشجع للنادي الاهلي لازم بتاخد دروس، ولازم بيقابلك بطولات احيانا بتكون ملهمه، وكمان شخصيات لازم تكون ليك ملهمه. الملهم النهارده هو شخصيه، هي شخصيه الموسم منذ تسلمه شاره القياده، وهو بيقدم نموذج لازم يكون ملهم للآخرين. الكابتن محمد الشناوي بيتألق وبيسطر التاريخ وبيكتب التاريخ في الأولمبياد كأقل حارس مرمى أو كأفضل حارس مرمى دخل مرمى هدفين فقط لا غير في تاريخ الأولمبياد في خلال أربع مباريات. بطولة 92 كان نادر السيد حارس المرمى، سكنت شباكه أهداف في كل المباريات. في بطولة 2012 أحمد الشناوي كان حارس المرمى، سكنت شباكه أهداف في كل المباريات. الكابتن محمد الشناوي الملهم النهاردة بيطلع بأربع مباريات 2 كلين شيت كأفضل إنجاز حققه الحراس في الفترة الأخيرة. محمد الشناوي فارس ملهم منذ 2008 وخروجه من النادي الأهلي، ثم رحلة من التعب والجهد والمصابرة والصبر والفشل أحيانا، ثم عودة لصناعة مجد مع النادي الأهلي. الشناوي درس لكل واحد فينا في الحياة، مش بس في كرة القدم. الشناوي بيديك رسالة ازاي انت تقدر ترجع نفسك، ازاي انت تقدر تشتغل على نفسك. زي ما قال لكم أسامة، الشناوي خرج من النادي الأهلي ولكن أبدا لم يخرج النادي الأهلي من داخل الشناوي. الشناوي في كل لحظة كان عنده إصرار ان هو هيرجع النادي الأهلي. رجع الشناوي النادي الأهلي، كان الحارس الثالث في فترة كان فيها إخفاقات كتير للنادي الأهلي. لعب الشناوي وخد فرصة، اتحارب كتير، ناس كتير وقفت ضده، ناس كتير ما كانتش عايزاه يوصل للحظة اللي يكون فيها واحد من أفضل الحراس في إفريقيا، اللي لم يكن أفضلهم على الإطلاق. كمان الشناوي عنده الشخصية، يمكن ما يميز الشناوي هو شخصية قريبة جدا من شخصية كابتن ثابت البطل في رأيي. الشارة اللي على كتف الشناوي أو على دراعه مش مجرد حتة قماش، الشارة اللي على كتف الشناوي هي التزام. الشناوي أصبح الحارس المصري الوحيد اللي لعب في كأس العالم للأندية، أمم أفريقيا وكأس العالم، هو اللي جمع بين كل الفخر ده، بالإضافة لأخيرا الأولمبياد. الشناوي رحلة كفاح لسه مستمرة، عشان ربما يجي يوم نقول الشناوي أعظم حارس في تاريخ الكرة المصرية، وهو قادر أنه يعمل ده. أرقام الشناوي في البطولة كانت تستحق أن احنا نقف عنها، عندها 16 تسديدة، عنده تصديات 14، تصديات من داخل ال 18 9، وده رقم صعب جدا. تصديات من خارج ال 18 5، استقبل هدفين زي ما أسامة قال لكم، في رقم ومعادلة جديدة جدا. البعض كان بيقلل من قيمة اختيار الكابتن محمد الشناوي، وكعادة الكابتن محمد الشناوي دايما بيرد في الملعب، بيرد بالاجتهاد، زي ما كان البعض بيشكك في انه يكون الحارس الاول. في كان 2019 كان من افضل اللاعبين هو والكابتن طارق حامد لاعب نادي الزمالك. النهارده في الاولمبياد الكابتن الشناوي ملهم، بتتحدث عنه المواقع الاجنبيه، خلاص بقى حديث في البرازيل بعد تألقه امام بالميراس، والنهارده تألقه. وطبعا الكابتن حازم امام النهارده قال لولا وجود الشناوي كان ممكن البرازيل تكسب مصر 5. دي الصوره اللي كل جماهير النادي الاهلي عقبت عليها: قوم يا بطل، لقد شرفت النادي الاهلي، انت فخر الصناعه المصريه. من وجهه نظري ان الكره المصريه من حقها الان ان تفتخر بوجود حارس مرمى بقيمه الكابتن محمد الشناوي. منذ رحيل او اعتزال الكابتن احمد شوبير لم نجد حارس مرمى يمكننا الثقه في تاريخه وفي مستقبله زي الكابتن محمد الشناوي. مع احترامي لكل الحراس اللي مروا على تاريخ النادي الاهلي من بعد الكابتن احمد شوبير وحتى هذه اللحظه، ايا كان مستواهم، الشناوي هو الملهم باذن الله. الشناوي اول كابتن يحمل كاس افريقيا، دوري ابطال افريقيا مرتين في 8 شهور، وزي ما قلت من قبل نهائي دوري ابطال افريقيا الماضي، قلت ربما تكون بطوله المخلصين، واخلاص الشناوي ساهم كتير جدا في ان ربنا يوفقنا ونحمل دوري ابطال افريقيا، وما زالت البطولات مستمره ومستنيين يا فارس الشناوي يقود لاعبي النادي الاهلي و كل نجوم حتى المنتخب الاولمبي. وطبعا عندنا من النادي الاهلي كان اكرم توفيق قدم مباراه او بطوله رائعه. اكرم توفيق هو الاكثر استخلاصا
للكرة من منتخب مصر. والنهاردة أمام البرازيل استخلاص 18 استخلاص كأكثر لاعب، أعتقد خط لوحده أكرم توفيق وحكاية لوحدها. كل ما أخشاه هو عيون كشافي أوروبا على لاعبي النادي الأهلي. أكيد مش بس لاعبي النادي الأهلي، المنتخب أجاد في فترات كتير جدا، حتى لاعبين زي الونش وحجازي أنا بشوف أن اختيارهم كان موفق وكان إضافة، ولكن فعلا أنا أخشى أن لاعبي النادي الأهلي قدموا نفسهم بشكل مميز، ولكن صدقوني في النادي الأهلي هتجد كل شيء، هتجد التاريخ، هتجد الاحتراف اللي موجود بره هو بيطبق في النادي الأهلي منذ بدايته، هتجد حب الجمهور. لقطة الشناوي وهو قاعد في الأرض هي بالنسبة لي مش لقطة حزينة، ده شعور بيديك قد إيه عقلية الشناوي اللي شايفة إن كان في ممكن كمان، وتديك عقلية القائد اللي مش قاعد انكسارا، وما بشوفش اللقطة دي انكسار، ولكن بشوف إن هو حاسس إن دايما كان عنده القدرة للأفضل، والفرق كبير جدا. بس مش الشناوي وحده اللي كان حزين يا أسامة، هو قدم يا فارس كل اللقطات الممكنة وقدم نفسه بشكل محترم جدا. وزي ما قلت الشناوي الآن الكرة المصرية تفخر بوجودها، هو صنع في الأهلي، وبالتأكيد تصدياته كانت واخدة جميع المواقع. كمان اتكلمنا عن أكرم توفيق، كذلك عمار حمدي والقوة الانفجارية عند عمار حمدي، لاعب يمكنه أن يكون جوكر، لاعب يمكنه أن يعود بتاريخ محمد بركات إذا تم توجيهه بالشكل الأمثل فنيا، يقدر يقدم إضافة، فكان أيضا من نجوم البطولة. غير عمار حمدي عندنا صلاح محسن، رجع بثلاث تسديدات النهاردة على مرمى البرازيل منذ نزوله. مش عايزين نتكلم عن الأخطاء الفنية، أو مش عاوزين نتكلم عن التغييرات اللي اتأخرت من الكابتن شوقي غريب، ولكن في النهاية أنت خرجت أمام البرازيل، ولكن ما كنتش بتلعب للأمانة قدام البرازيل بطموح التخطي، وده واضح جدا في كلام الكابتن شوقي غريب باجتماعه مع اللاعبين لما قال أنت خسرت من البرازيل 1-0، فبالتأكيد ده مش طموحات أنك تتخطى البرازيل، برغم أن أنت كنت ممكن تقدر لو ضغطت تتخطى البرازيل.